صباح الخير أعزائي، بتمنى تكونوا كلكم بخير. أنا مدام غنوام، أستاذة مادة التربية الوطنية. اليوم سوف نبدأ بالمحور الأول، الدرس الأول بعنوان القيم الإنسانية ودورها في حياة الفرد والمجتمع. كما نرى في هذا الدرس لدينا ثلاثة أهداف. في حصة اليوم سوف نتعرف على الهدفين الأول والثاني، التعرف إلى مفهوم القيم الإنسانية والتعرف على أهم هذه القيم ودورها في تنظيم حياة الفرد وحياة المجتمع. بداية، بالنسبة لمفهوم القيم الإنسانية، هي المبادئ. كلمة قيم يعني مبدأ، مبادئ، مسل. هي مبادئ سامية ومسل عليا يستكمل بها الإنسان مقومات إنسانيته، أي أنها تميزه عن باقي الكائنات وتبعده عن السلوك الغرائزي للحيوان. سوف نذكر معا أعزائي بعض الأمثلة عن القيم الإنسانية التي جميعنا نعرف الكثير منها ونطبق الكثير منها في حياتنا اليومية، في علاقاتنا مع زملائنا في المدرسة، في علاقاتنا مع أهلنا، مع أي شخص قد نقابله، لأن هذه القيم قد تكون متأصلة فينا وهي جزء من مبادئنا وجزء من الأمور التي تربينا عليها. من هذه الأمثلة التسامح، الإيثار أي التضحية، العدل، النظام، الصدق، بر الوالدين، كل هذه تعتبر قيم إنسانية. كيف تنظم القيم الإنسانية حياة الفرد؟ فلنعطي مثال. فلنفرض أنه عرض عليكم أن تقوموا بقتل شخص معين مقابل أن تحصلوا على ثروة هذا الشخص، هل توافقون على القيام بهذا العمل المشين؟ هناك أشخاص وهم الأغلبية يرفضون القيام بهذا العمل، أما هناك أشخاص آخرون قد يقومون بهذا العمل. كيف تكون حياة كل من هذين الشخصين، الذي رفض القيام بهذا العمل والذي وافقه؟ نلاحظ جميعنا أن الأشخاص الذين يرفضون القيام بالأعمال المشينة والذين لديهم قيم إنسانية يتحلون بها ولا يقومون بأي أعمال خاطئة، هؤلاء الأشخاص لديهم رضا عن نفسهم، هم متصالحون مع أنفسهم، لديهم علاقات طيبة مع الآخرين، لا يعانون من التوتر، هم أشخاص واضحين يتمتعون بالوضوح. أما الشخص الآخر الذي وافق على القيام بأعمال خاطئة والذي لا يتحلى بالقيم الإنسانية، فهذا الشخص غير راض عن ذاته، هذا الشخص قد يتعرض لعلاقات عدائية مع الآخرين ولمشاكل مع الآخرين. فلنعطي مثال، أنتم إذا وجدتم شخص دائما يكذب وغير صادق، لا يتحلى بقيمة الصدق، فطبيعي أنتم ستنفرون من هذا الشخص وستبتعدون عن هذا الشخص، أو قد تتعرضون لمشاكل وتصادم مع هذا الشخص. فإذا أهم قيمة من القيم الإنسانية التي تنظم حياة الفرد هي الضمير الحي، أن يكون الشخص راض عن ذاته، لديه ضمير في أعماله وتصرفاته. القيمة الثانية التي تنظم حياة الفرد هي العمل والإنتاج. العمل هو قيمة، العمل هي عكس الكسل، فإذا العمل هو قيمة. الشخص الكسول لا يتمتع بقيمة العمل. ونحن لماذا نعمل؟ لا نعمل فقط لدرء العوز عن نفسنا، يعني أي بمعنى لا نعمل لكي لا نحتاج الآخرين، ليس فقط هكذا، نحن نعمل لكي نتطور، لكي نصبح أفضل في هذه الحياة، لكي نطور حياتنا، لكي نتطور في حياتنا الخاصة ونتطور ضمن نطاق عملنا أيضا. الفكرة الثانية، سوف نتناول كيف تنظم هذه القيم الإنسانية حياة الجماعة. سنلاحظ أن هناك ثلاثة ميزات تتميز بها الجماعة التي تلتزم بالقيم الإنسانية. أولاً، هذه القيم الإنسانية ستعمل على تنمية التواصل والألفة أي المحبة بين أعضاء الجماعة. ثانياً، سوف تحثهم وتدفعهم إلى التعاون والتضامن فيما بينهم. ثالثاً، سوف تدفعهم إلى التضحية في سبيل استمرار تفاهمهم. سأعطي مثال، فلنفرض أنكم أنتم ضمن الصف، قمتم بعمل جماعي، مجموعة معينة منكم قامت بعمل جماعي لإنجاز بحث معين في مادة معينة. ستلاحظون في حال كان هناك أحد أفراد هذه المجموعة
لا يتحلى بالقيم الإنسانية، أناني أو يكذب أو لا يلتزم ضمن قواعد هذه المجموعة، لا يتعاون مع هذه المجموعة، غير متعاون، لا يضحي من أجل هذه المجموعة، لا ينجز ما يطلب منه، فسنلاحظ في النهاية أن هذه المجموعة ستفشل في تحقيق مهماتها، ولن تتقدم ولن تستمر ولن تستطيع أن تحقق المهمة الموكلة إليها. بينما العكس، في حال كان أعضاء هذه المجموعة كلهم متعاونين مع بعضهم البعض، كلهم صادقين، كلهم لديهم الاستعداد للتضحية في سبيل نجاح وتقدم هذه المجموعة، سنلاحظ أن هذه المجموعة ستكون متألقة، ستكون ناجحة. ومن بعض القيم الإنسانية التي يمكن أن نذكرها هنا: المحبة، اللاعنف، السلام، الصدق، الاستقامة وغيرها. من أهم وأبرز الأمثلة عن القيم الإنسانية التي تنظم حياة الجماعة، هناك عدة أمثلة، أهمها العدل والمساواة. ما معنى العدل والمساواة؟ أي أن ينظر الإنسان إلى نفسه كواحد من أفراد هذه المجموعة، له ما لهم من حقوق وعليه ما عليهم من واجبات. أما أعلى وأسمى مراتب العدل والمساواة هي أن أقوم أنا كإنسان أتحلى بهذه القيمة الإنسانية، أن أبادر وأن أرفع الظلم عن المظلوم وأن أقاوم العدوان. ثاني مثل عن القيم التي تنظم حياة الجماعة، القيم الإنسانية، هي إشاعة السلام بين الناس. وهنا سوف أعطي مثال. فلنفرض أن هناك شخص أتى إليك وبدأ يروي لك قصة عن شخص آخر، ويقول لك هذا الشخص الآخر قال عنك كذا وكذا وكذا. ماذا سيحدث أنت بداخلك تجاه هذا الشخص الثالث الذي سمعت عنه هذا الكلام؟ سمعت عن لسانه هذا الكلام، سيحدث نفور بينك وبينه، ستكرهه ربما لمجرد أنك سمعت كلام عن لسانه، وربما هو يكون قد لا يكون قد قال هذا الكلام. فهنا النميمة أو نقل الكلام غير الصحيح أو نقل الإشاعات، كل هذه الأمور تؤدي إلى المشاكل، تؤدي إلى العدائية، تؤدي إلى النفور والتنافر بين الأشخاص. فهنا يجب أن نكون نحن دورنا أن نحمل هذه القيمة الإنسانية المهمة جدا، وهي إشاعة السلام بين الناس، أن نقول دائما الكلام الحسن، أن لا نقوم بالنميمة، أن لا ننقل كلام غير صحيح أو كلام عن لسان شخص إلى مسمع شخص آخر ونحدث بينهم المشاكل. فيجب دائما أن نشيع السلام بين الناس ونمحو من قلوبهم البغضاء. يعني يجب أن نكون هناك لنا دور فعال أكثر بأن نحاول أيضا أن نقوم ربما بمصالحة الأشخاص المتنافرين أو المتزاعلين مع بعضهم البعض. شكرا لكم أعزائي، سأنهي الحصة هنا، وفي الحصة المقبلة سنكمل الدرس. أنا اليوم شرحت نصف الدرس، مفهوم القيم الإنسانية وكيف تنظم حياة الفرد وحياة الجماعة. في الحصة المقبلة سوف نكمل أشكال التعبير عن القيم الإنسانية واختلاف سلم القيم بين الشعوب. شكرا لكم.